قال وزير الداخلية اللبناني إبراهيم مولوي إن البلاد تمر بمرحلة مصيرية تتطلب تضامنا بسبب الهجمات الإسرائيلية. وأشار وزير الداخلية اللبناني خلال مؤتمر صحفي إلى العمل على منع أي محاولات لضرب الأمن الداخلي في لبنان. الأجهزة الأمنية حقها بأن هي الأجهزة الأمنية أسبوعيا أو يوميا عم تقوم بكشف شبكات تعامل مع العدو الإسرائيلي، ويمكن مش عم تعلن عنها لسلامة التحقيق ولاستمرار العمليات وتمتعي العمليات. أكيد في خرق، وكل اللبنانيين بيعرفوا أنه في خرق. أكيد العدو الإسرائيلي عم يستعمل طرق تقنية جديدة وطرق تقنية متطورة وطرق تقنية مبتكرة ومستحدثة، وهيدا اللي الأجهزة الأمنية والعسكرية منه، وخصوصا مخابرات الجيش، امن الدوله، المعلومات بقوى الامن الداخلي عم يقوموا بدراستها بالتوازي مع عملهم الداخلي.